ممكن تستنوني دقيقتين بس؟ ليه، في حاجة؟ حضرتك حاسة بأي تعب؟ لا لا، أنا كويسة خالص الحمد لله ومستعدة للعملية. أنا بس في حاجة عايزة أعملها قبل ما أدخل أوضة العملية. عايزة تعملي إيه؟ عايزة أصلي ركعتين لله. مش هأخركم، أنا الحمد لله متوضية. زوزو في المستشفى وبتعمل عملية، عشان كده ما كانش بترد عليا. طبعا موبايلها مقفول. حتى انت فياض مش بترد. ايوه نانا، انا نادر. الله يسلمك. اسمعيني بس، في سؤال مهم عاوز اسالك عنه. ايوه يا نادر، فعلا الخبر مظبوط. هي دلوقتي في اوضه العمليات. حاضر، اول ما تخرج هطمنك على طول. ما تقلقش يا نادر، ان شاء الله هتقوم بالسلامه. حاضر يا نادر، والله اول ما هتخرج هكلمك على طول. مع السلامه. طمني يا دكتور. اخبار الزوزو العملية ايه؟ الحمد لله، استأصلت الورم كله والعملية نجحت. هننقلها الرعاية المركزية. الدكتور نظمي عمل العملية بأستاذية نادرة، يحصل عليها. العملية دي لو اتعملت في أحسن مستشفيات العالم وعلى يد أكبر الأطباء ما كانتش هتتعمل أحسن من كده. كنت أتمنى إنها تتصور بالفيديو. أه لو كان ده حصل، كانت العملية دي اتدرست في كل الدنيا كنموذج للعمليات المثالية. الحمد لله، أشكرك يا دكتور على المجهود اللي أنت عملته، وألف مبروك على نجاح العملية. ازاي يا فياض تكون عارف كل ده عن زوزو وما تقوليش؟ اقرا خبر العمليه في الجرايد زي ناس الغرب. طب هي حالتها ايه دلوقتي؟ لا هي دلوقتي في الرعايه المركزه، ما تقدرش طبعا تتصل بيها، ده من عين عنها كل حاجه حتى الزياره. انا موجود في المستشفى وهاجي كل يوم عشان اطمن عليها. لا طبعا لو حصل اي تطورات هتصل بيك على طول. طيب يا دكتور، مع السلامة. مع السلامة فياض. كل ده كان فيكي وأنا ما أعرفش. إزاي تبقي في الحالة دي وأنا بعيد عنك؟ المفروض اكون اول واحد يكون جنبك وانتي بتعملي العمليه. مش معقول، يعني مش هقدر ادخل لماما؟ معلش يا تيتا، ما دام دي مصلحتها يا بنتي نروح دلوقتي ونجي لها بكره من النجم. ما تيجي تباتي معايا يا حبيبتي، انا عايشه لوحدي في البيت. معلش يا تيتا، سيبيني على راحتي احسن.
جاري سندوتشات وكوباية عصير. ماليش نفسي يا ندى. مالكيش نفسي ازاي يا بنتي؟ ده انتي طول النهار في المستشفى على لحم بطنك. حط الصينية يا ندى واقعدي، عايزة اتكلم معاكي شوية. عايزة تقولي ايه يا عيون دادا؟ انا خايفة يا دادا، خايفة ماما يجرى لها حاجة. ما تخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا هياخد بيتها وتقوم بالسلامة. مش عارفة ليه المرة دي قلبي مش مطمن عليها. ده بس من كتر خوفك عليها. ايوه يا دادا، ايوه انا خايفه على ماما، خايفه عليها قوي. يا رب تعيش وتخف وتقوم بالسلامه. ان شاء الله ربنا هيسمع منك ويقومها بالسلامه يا بنتي. دادا اتقالها يا دادا، اتقالها كتير قوي، اتقالها تخف وتعيش. ده الحياة دي ده. ربنا لي عالم يا بنتي. أنا بدعي لك كل لحظة، كل دقيقة، وكل صلاة بصليها. ربنا يسمع منك يا رب. يا رب. اسمع منها ومني يا رب. اسمع مني ومنها يا رب. بس بس يقوم بس. ان شاء الله هتخيف وتقوم بالسلامة. ان شاء الله يا بنت. بس يا حبيبتي. بس عشان خاطر دادا وعشان خاطر ماما. ها؟ حبيبتي. يلا قولي، يلا حبيبتي. ودي الشنطة للعنوان ده لو سمحت. حاضر يا باشا، متشكر قوي. كنت عامل حضرتك. السلام عليكم. كنت متأكد إن ده هيحصل. نادر، أنت جيت إمتى؟ مش وقته يا نانا، طمنوني على زوزو، أخبارها إيه؟ زوزو في الرعاية ومش عارفين عنها حاجة. فاتن ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله، متشكره قوي. فاتن عاوزك تعرفي ان هفضل جنب ماما لغايه لما تقوم بالسلامه، ولو محتاجه اي حاجه اطلبيها مني. وصلت مصر امتى؟ انا وصلت من ساعه ويا دوبك مسافه السكه. كنت بلغني على الاقل، كنت قابلتك في المطار. هو في مخ ولا في عقل ولا في اي حاجه؟ كل اللي يهمني ان انا اطمن على زوزو دلوقتي. دلوقتي مفيش زيارة لزوزو، تعالى نقعد في الاستراحة شوية. لا ما اقدرش، ما اقدرش اقعد في أي حتة قبل ما اطمن عليها. استحمل شوية يا نادر، إن شاء الله بكرة يسمحوا بالزيارة. بكرة. Thank you.
حبيبتي زوزو، أنا رجعت لك، عايزك أنت كمان ترجعي لي، بس مانيش لوحدي لأني محتاج لك، محتاج لوجودك جنبي. ما أقدرش أتخيل إنك تبعدي عني. فتحي عينيكي، فتحي عينيكي وبصيلي ولو لثانية واحدة. بلاش تستسلمي للمرض، اخلي بيه، اهزمي بالحب، هتقدري تعملي كل ده. بصيلي على طول يا زوزو، انا موجود قدامك، انا نادر حبيبك، حبيبك اللي مش هيسيبك ابدا، مش عايز اتحرم منك ولا من نظرتك الحلوه دي. أنا عارف إنك هتخفي وتقومي وترجعي لي تاني، أنا متأكد إن حبنا مش ممكن يموت لأنه قوي، أقوى من كل شيء، أقوى من الموت ذاته. أرجوك يا زوزو، أرجوك يا حبيبتي ارجعي لي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا مش ممكن أوافق على الكلام ده أبداً. وليه ما توافقش يا فياض؟ وأنا أول واحد يعتذر عن منصب أو يقدم استقالته. ايوه وتقدم استقالتك ليه؟ ايه المبرر؟ من ساعة ما شفت زوزو في غرفة العناية المركزة انا بفكر في الحكاية دي. زوزو محتاجة وجودي جنبها، مش ممكن اسافر واسيبها. يبقى بصراحة مدام زوزو كان عندها حق، قالت لنا ان احنا ما نبلغكش، يبقى كان كلامها صح. ايوه بس انا عايز اسألك سؤال واحد وتجاوبني عليه، وجودك جنبها يفيد بايه؟ هو انت طبيب ولا معالج؟ محتاج ابقى طبيب او معالج عشان اقعد جنبها فياض. انا حاسس ان الحب اللي في قلبي اقوى من اي طب او اي دواء في العالم. وبعدين اشتغل ازاي وانا في الحاله دي؟ اركز ازاي في شغلي؟ انا مقدر طبعا كم الحب اللي بينك وبينها، لكن مش معنى كده انك تقعد جنبها. اللي بيحبها فياض بيبقى عاوز يقعد جنب حبيبه، مش عاوز يسيبه ابدا ولا يفارقه، وحتى هو بعيد عنه بيبقى قريب منه. اللي بتقوله ده كلام مش مظبوط يا دكتور، أرجوك عيد النظر في قرارك ده. مش معقول في لحظة ضعف تضيع كل اللي بنيته في سنين. هنرجع للكلام ده من تاني؟ ما انت سبق وقلت الكلام ده وسمحت كلامك ونفذته بحذافيره. أنا آسف، المرة دي أنا هنفذ اللي قلبي بيقولهولي. هو المطلوب مني؟ كل حاجة. أنا هكتب اعتذار رسمي عن المنصب وحضرتك هتقدمهولي. أنا؟ آه، وهتقول إيه بقى في أسباب الاعتذار؟ أسباب صحية، تقالي محدش هيقدر ينخشني في الموضوع ده. وعايزني أنا اللي أقدم ده للجهات المسؤولة. وقال لك على التليفون يا شريف يا ابني وعايز أكلمك. وبعدين يا غالي أنا قافل التليفون بتاعي عشان مش عايز أكلمه، من فضلك بقى قولي وفر تمن المكالمات دي. يا حبيبي ده مش بيتكلم من فرنسا، ده بيتكلم من هنا من الفيلا بتاعتكم. اه يبقى رجع بقى عشان ينفذ اللي هو قال لي عليه، عشان يتجوز الممثله بتاعته. يا حبيبي قوم كلمه شوفه عايز ايه. من فضلك يا خالي انا مش عايز اتكلم، وقول له ان انا مش عايز اتكلم. يعني خلاص مفيش فايده. براحتك براحتك قوي يا حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ترى ايه اللي مستخبي لي انا وزوزو؟ هتجوزها وعيش معاها؟ انا فعلا ندمت اني سبتها وبعدت عنها. صحيح كان غصب عني، بس كان لازم اقاوم اكتر من كده. لو فضلت معاها وسافرت معايا كزوج وزوجة كنت عشت معاها احلى سنين عمري. يا ترى الزمن مخبي لي ايه؟ ومخبلها ايه هي كمان؟
الحمد لله على السلامة يا مدام. الله يسلمك. من فضلك تبلغي فاتن بنتي اني سبت العناية المركزة، اول ما توصل خليها تدخل لي على طول. حاضر يا مدام، بس في ناس كتير برا، صحفيين ومندوبين من التلفزيونات عايزين يقابلوا حضرتك. لا لا لا، صحافة ايه وتلفزيونات ايه، انا تعبانة قوي مش قادرة اقابل حد خالص. بعدين انا مش عايزة حد من الصحافة يكتب حاجة عن حكاية المرض بتاعي ده. اخبار مرضك يا مدام مالية كل الصحافة من يوم ما دخلت المستشفى. يبقى زمان نادر عارف. تجيلك قوي يا حبيبي. زوزو زوزو، رجعت لك ومش هسيبك ابدا ابدا. صباح الخير يا سعاده. صباح الخير يا انسه فاتن. ماما اخبارها ايه؟ الحمد لله كويسه. بس ما ينفعش تدخلي لها دلوقتي. ليه؟ لسه تعبانه؟ لا، ما انا قلت انها كويسه بس ما ينفعش تدخلها. ليه؟ عندها ضيوف جوه. في ايه لما تقول لها عندها ضيوف؟ هو مين الضيوف اللي عندها؟ ها؟ الدكتور نادر سيادتك. ازاي تخبي عني كل ده؟ ما كنتش عايزه اقلقك يا حبيبي. ازاي تعملي كده؟ انت مش عارفه انت ايه بالنسبه لي. خلاص يا حبيبتي، انا مش هسيبك ابدا وهفضل جنبك على طول. ازاي بس يا حبيبي، وشغلك ومسؤولياتك والسفر؟ انا خلاص كتبت اعتذار وديته الفياض عشان يقدمه. انا سبت المنصب، انا مش حبيت عنك بعد كده. ازاي تعمل حاجة زي كده؟ انا عملت كده عشان اقعد جنبك على طول. انا هدعي ربنا انه يطول في عمري عشان افضل جنبك يا حبيبي. مش عايزة ابعد ابدا عن القلب اللي عمري في حياتي ما شفت زي.
خايفة عليك، خايفة تكون اتسرعت في قرارك. بالعكس أنا تأخرت عشان أخذ، أنا مش قادر أتصور نفسي بعيد عنك أو من غيرك. كلامك ده بيحسسني إن أنا مقصرة في حقك. اللي أنت بتديهولي يا حبيبي أكتر بكتير قوي اللي أنا بديهولك. بالعكس يا زوزو، أنت اديتيني أكتر من اللي أنا أستحقه. حياتي معنا، أنا قبل ما أعرفك كنت مجرد أهلة بتتحرك بزراير. بعد ما عرفتك بقيت إنسان، إنسان بمعنى الكلمة. طبعا انت عارفه مامتك تهمني قد ايه، وانت كمان يا فاتن تهمني، عشان كده انا عاوز اطمن عليكي. تطمن عليا انا؟ المفروض تطمن على ماما. هم طبيعي جدا ان مامتك هتبقى سعيده جدا لما تعرف انك انت كويسه، وانك وده كل اللي يهمها. انا مش فاهمه حضرتك عايز توصل لايه بالظبط. في يوم من الايام أنا ومامتك فكرنا نتجوز، بس طبعاً الظروف اللي احنا فيها دي أجلنا الموضوع. صباح الخير على مولدتنا العزيزة. صباح الخير يا دكتور. الحمد لله على السلامة. ازيك النهاردة؟ خلاص الورم كله تشيل يا دكتور. انت اتعمل لك عملية لا تقل بأي حال عن اللي كانت هتتعمل لك في باريس، مش عايز اقول لك احسن كمان. يعني انا دلوقتي خلاص خفيت وهعيش؟ عشان أكون صريح معاكي أقدر أقول لك إن العملية قطعت 50% من العلاج والطريق للشفاء. طب ال 50% التانية؟ لما تشدي حيلك كده وتستردي صحتك هبتدي معاكي مرحلة تانية للعلاج بالكيماوي. طب المرحلة دي يعني هتاخد وقت قد إيه؟ لما تخرجي من هنا بالسلامة نبقى نحددها. أنا مش عايزك تشغلي نفسك بالكلام ده خالص. انت لازم تعرفي انك من ساعه ما عملتي العمليه وانت في ايدين امينه، وان شاء الله هتوصلك للشفاء. متشكره قوي دكتور. ها ممكن بقى نبص على الجرح؟ طبعا اتفضل. يا فاتن انا عاوزك تعرفي ان لما فكرت اتجوز والدتك مش معنى كده ان انا كنت عاوز اخدها منك. لا انا كنت عاوز اتقرب منك وارعاكي، ولو كنت في يوم من الأيام عملتك بخشونة فده ما كانش قصدي. ولو انتي لسه شايلة مني أنا بعتذرلك. حضرتك بتعتذرلي أنا؟ دي حاجة ما كنتش أتصور إن هي ممكن تحصل أبدا. مش معنى إن أنا أكبر منك إن أنا معرفش فين الغلط. أرجوكي اقبلي اعتذاري. ما كنتش اتصور ان حضرتك طيب قوي كده. انا طبعا قبلت اعتذارك، وكمان انا بعتذر لحضرتك على سوء ظني فيك. الدكتور خلص الكش، تقدروا تدخلوا لها دلوقتي؟ طيب خلاص نكمل كلامنا بعدين.
وبعدين في موضوع مهم جدا كنت عاوز اكلمك فيه. لا خليك انت يا دادا، انا اللي هفتح الباب. اهلا، ازيك يا انكل؟ ازيك يا فتي؟ اتفضل. الحمد لله. لا ولا حاجة، اقعدي اقعدي. يا ترى ايه الموضوع اللي حضرتك كنت عايز تكلمني فيه؟ اللي انا اعرفه يا فاتن ان كان في مشروع خطوبة بينك وبين شريف ابني. ايه اللي حصل وخلاكوا تبعدوا عن بعض؟ الموضوع ده خلاص فات وانتهى وانا خلصت منه خلاص. لو بتثقي في حبي لماما وحبي ليكي لازم تقولي لي على كل حاجة. انت لازم تعرفي ان معزتك عندي ما تقلش عن معزة شريف ابني. ولو هو غلط فيكي انا مستعد اجيبه ويصلح غلطته ويعتذر لك كمان. اما لو انت نسيتي وبتحبي حد تاني فتأكدي ان انا هفضل معاكي على طول لحد ما توصلي لكل اللي انت عاوزاه. شريف يا انكل، شريف جرحني جرح كبير قوي، ما كنتش اتصور ابدا انه ممكن يجرحه لي. شريف، شريف يعمل كده؟ ده اتجنن ولا ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ من ساعه ما عرفت شريف وانا كنت خايفه احكي له على ظروفي، علشان جاي كان دايما بيقول عليا ان انا غامضه. لكن اول ما عرفت انه عاوز يتجوزني ما بقتش عارفه اتصرف ازاي، بقيت في حيرة. في النهاية قررت اني احكي له على كل حاجة واللي يحصل يحصل. طب ده موقف نبيل، ايه اللي حصل بعد كده؟ للأسف حصل اللي كنت خايفة منه. شريف بقى يحتقرني بعد ما عرف حقيقتي، ده ما بقاش عايز يبص في وشي يا انكل. مش ممكن شريف يعمل كده، ده ابني وانا اعرفه. لا يا انكل، ازاي حضرتك ما تعرفش شريف كويس؟ حسب ما هو حكى لي ان حضرتك دايما بعيد عنه وما تعرفش اي حاجه عن حياته او تفكيره. لكي حق يا بنتي، انشغالنا الايام دي خلانا نظلم اولادنا، بس برضه مش قادر اصدق ان شريف عمل كده. على العموم انا من ناحيتي بعتبر الموضوع ده انتهى وناويه انساه. لا لا لا، قبل ما تنسي اي حاجه سيبيني اروح للشريف واعرف منه كل حاجه، وصدقيني هجيب لك حقك منه. دكتور نادر، يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا يا فهد، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. أنا شايف إنك أحسن المرة دي، الظاهر الدواء اللي أنا بجيبه لك من بره نفع معاك. آه والله البركة فيك. آه قول لي بقى حضرتك، تحب تشرب شاي ولا حاجة ساعة؟ لا 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 مفيش لزوم، أنا جاي أقعد مع الشريف. هو موجود؟ آه موجود، أخش أندهولك. لا خليك، أنا هروح له، هو فوته مش كده؟ أيوه اتفضل اتفضل يا دكتور، البيت بيتك. ادخل. كويس انك لسه فاكر بابا. انا عمري ما نسيت حضرتك، حضرتك اللي نسيتني ونسيت كل حاجه كمان. انا فاهم قصدك ايه، بس انت غلطان يا شريف. امال ايه هو الصح في راي حضرتك؟ طب اقعد بس عشان نتفاهم بهدوء. اقعد. من ساعه ما وعيت على الدنيا وانا شايل مسؤوليات كبيره، شايل مسؤوليه الاخ الكبير، وبعد ما توفى جدك الله يرحمه كنت أنا كبير العيلة. حتى دراستي لما سافرت سويسرا صرفت على نفسي عشان أخذ الدكتوراه، ولما قابلت والدتك وربنا رزقنا بيك كنت مسؤول عن العيلة. وحتى لما حصلت الحادثة الشنيعة وتوفت والدتك الله يرحمها كنت أب وأم في نفس الوقت، وعمري ما اشتكيت
عمري ما طلبت حاجة وعملت حاجة لنفسي، حتى السفرية الأخيرة دي كان لازم أسافرها عشان كان واجب وطني عليا مش عشان نفسي. حضرتك عايز توصل ليه؟ اللي عاوز أوصل له إنك تعرف إن كل الناس اللي حواليا اتعودهم إني دايما بدي وعمري ما باخد، ولما جه اليوم وحبيت أخد قدر بسيط من حقوقي اتصدم الجميع وكأني بطلب حاجة غريبة محدش متقبلها ولا حد عاوز يستوعبها. بكل أسف انت من الناس دول. ليه يا شريف عايز تنكر عليا حقي؟ انا مش بنكر على حضرتك حقك، بس انا كنت فاكر ان حبك لماما هيخليك ما تفكرش في حد غيرها، مع اني لما عرفت ان حضرتك هتتجوز طنط نانا ما كانش عندي مانع، ولو انها كانت هتاخد مكان والدتي. محدش يقدر ياخد مكان والدتك، دي من حكمة ربنا علينا انه خلقنا كلنا مختلفين عن بعض، مفيش حد يشبه التاني، مفيش يوم يشبه يوم، مفيش لحظة تشبه لحظة. بص لإيديك، مفيش صباع يشبه صباع ولا بصمة تشبه بصمة، وبرغم كل ده الإنسان قدر يستوعب كل الاختلافات دي ويتعايش معاها. وأقرب مثل لكده أب له كذا ابن، كلهم مختلفين عن بعض بس بيحبهم كلهم زي بعض. أنا صحيح فكرت أتجوز تاني، بس أمك هيفضل دايما لها مكان خاص في قلبي. أنا يمكن قسيت على حضرتك شوية، بس أنا برضو معذور. أنا مش متضايق منك حتى لو كنت قسيت عليا، أنا متضايق عشان أنت قسيت على إنسانة ملهاش ذنب. حضرتك تقصد مين؟ فاتن. تصرفك معاها ما كانش تصرف جنتلمان. لا يا بابا أنا ما ظلمتهاش، بالعكس فاتن هي اللي ظلمتني. ظلمتك في إيه يا ابني؟ كل اللي هي عملته إنها حبت تعرفك كل حاجة عن نفسها قبل ما تتجوزه، والنتيجة كانت إيه؟ بدل ما تقدر الموقف النبيل ده احتقرتها ورفضت إنك تبص في وشها. واضح إن حضرتك فاهم الموضوع غلط. ليكن يا سيدي، قول لي أنت على الصح. فاتن بعتت لي واحدة صاحبتها عشان تعتذر لي وتبلغني إن هي بتحب واحد تاني وهتتجوزه. حاجة غريبة، فاتن ما قالتليش على حاجة زي كده. هي دي الحقيقة، حسب ما فهمت من صاحبتها إنها كانت واخداني سلم عشان توصل بيه اللي بتحبه، أو مجرد استبن إذا تخلى عنها وسابها. الظاهر في سوء تفاهم في الموضوع، أنت متأكد من الكلام ده؟ تقدر حضرتك تسألها بنفسك عن منى صاحبتها اللي بعتها لي في النادي تطلب مني إن أنا أبعد عنها عشان ما أحرجهاش. لو أي حد تاني غيري كانت تسبب لها في مليون مشكلة، لكن أنا عشان جنتلمان اتصرفت صح وبعدت عنها حسب رغبتها. ظاهر ان في حلقه مفقوده محتاجه للتوضيح. اوعدك يا شريف اني هعرف سر الموضوع ده. المهم، مش شايف ان عادتك عند خالك طولت؟ انا عاوزك ترجع بيتك، وانا اطمن يا سيدي انا مش هتجوز مدام زوزو الايام دي. طب وايه اللي خلى حضرتك رجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش في كلامي ولا حاجه، مدام زوزو عيانه قوي وعملت عملية وهي راقدة دلوقتي في المستشفى، محدش عارف هيحصل ايه بعد كده. يبقى ده اللي خلى فاتن ما تجيش الأكاديمية اليومين دول. الله، ما انت مهتم اهو، امال بتاوح ليه؟ يلا يلا وضب شنطك كده حصلني. معلش يا بابا انا محتاج افكر شوية. براحتك، وقت ما تحب ترجع البيت تبقى ترجع. لا يا أنكل، الكلام ده ما حصلش خالص. مونا دي تبقى بنت الدادة بتاعتي، طول عمرنا متربيين سوا، عشان الظروف اللي عشتها ما كانش ينفع يكون لي أصحاب غيرها، وفعلا اعتبرتها هي صاحبتي الوحيدة وعرفتها على سري. يعني مش انت اللي بعتيها لشريف تبلغوا انك هتتخطبي وتقول له ما يتصلش بيكي وما يكلمكيش؟ انا فعلا بعتها لشريف، بس عشان تحكي له حكايتي وتعرفه ازاي بابايا مات كده. انا فهمت، البنت اللي اسمها منى دي وقعت بينكم، بلغتك انت كلام وبلغت شريف كلام تاني. مش ممكن
ممكن تعمل كده؟ ايه اللي خليها تتصرف بالشكل ده؟ قطعا لاسباب احنا ما نعرفهاش. افتكرت، منى حبت تاخد مني شريف. انا لما شفتهم في النادي مع بعض كانوا الاتنين قاعدين مع بعض، وشريف حاول يفهمني انه ملوش ذنب في اي حاجه حصلت، بس انا بقى اللي رفضت اسمعه. كده الامور وضحت. البنت دي شريره وعملت الملعوب ده عشان توصل لغرضها. الله يسامحها. طب دلوقتي لما عرفتي الحقيقه لسه مش عاوزه تكلمي شريف؟ لسه زعلانه منه؟ انا مكسوفه من نفسي قوي. شريف هو حبي الوحيد اللي عرفته طول حياتي، ما كنتش اتصور ان ممكن يضيع من ايدي بالشكل ده. يا ستي انسي اللي فات، انتي موقفك ايه من شريف دلوقتي؟ مكسوفة منه وحاسة اني ظلمته، وهو كمان حاسس بنفس الاحساس ده. خلاص بقى يا انجل، حضرتك اعتذرله بالنيابة عني. لا 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 اعتذر له ولا حاجة، انتوا اعتذروا لبعض. ولا بلاش اعتذار خالص، كفاية انكم تنسوا الماضي. انا مش عارفة اشكر حضرتك ازاي، حضرتك وضحت لي امور ما كنتش قادره افهمها ولا اتصور انها ممكن تحصل. اتفضل يا دكتور. شكرا. ثانيه واحده يا فتحيه. افندم يا دكتور. انت بقالك قد ايه شغاله عند الجماعه هنا؟ يا دكتور بقالي عمر تقريبا من عمر فاتن. وطبعا زي ما انا شايف كده بيعملوكي كويس وبيعتبروكي جزء من العيله. طبعا يا دكتور، لكن حضرتك بتسال الاسئله دي كلها ليه؟ انا حصل مني حاجه غلط. والحقيقه بنتك منى تصرفت تصرف غير سليم، وكانت السبب الرئيسي في الخلاف الكبير اللي كان بين فاتن وابني شريف. بنتي منى عملت كده؟